سبع حقائق ما تعرفهاش عن المازوت. يعني انت تعرف مثلا ان مصر من ارخص الدول في الدول العربية في سعر المازوت اللي هو 2510 جنيه للطن؟ طب عارف ان الدولة بتدعم حوالي 5648 جنيه لكل طن مازوت؟ يعني 69% من قيمة المنتج مدعوم من الدولة. ومصر بتستورد حوالي 8% من الكميات المستهلكة بس سنويا. يعني التكلفة سنوية على الدولة لدعم المازوت حوالي 3.750 مليار جنيه سنويا، وتكلفة الفرصة البديلة لو ما استهلكناش المازوت وبعناه في السوق العالمي هتكون 39.5 مليار جنيه سنويا. ده كل الأرقام دي لو سعر برميل البترول 77 دولار. ومن المتوقع جدا إنه يرتفع خلال السنة الجاية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. طب إيه هي الإجراءات اللي اتخذتها الدولة لمواجهة الزيادة المتوقعة؟ زيادة عامل التكرير لسد فجوة الاستيرادية، إطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية، التخطيط لتحويل المنشآت الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعي، وإجراءات تانية كتير بتقوم الدولة بدراستها لتقليل العبء على المواطن. الدولة بتبذل كل جهد لتصحيح مسار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب لضمان حياة أفضل لكل المصريين.